السلام عليكم شباب، ياكم حيدر وليد. طبعا مثل ما تعرفون بسبب الظروف اللي تصير حاليا بسبب هالفيروس اللعين، طبعا شباب ابقوا بالبيت وحاولوا تغسلون ايديكم وتنظفون نفسكم زين، لا حد يطلع الا للضروريات. طبعا هذا بالبدايه. ثانيا شباب، مثل ما تعرفون كل الدوريات متوقفه، الرياضه كلها متوقفه بالعالم. قررت اسوي بطوله الي كفريقي برشلونه العب بيها في لعبه بي اس، مو فيفا، بي اس. فخلينا نشوف، أنا حاليا البطولة بادي بها من زمان، فقلت خلي أبدي أصور وأنزل لكم مقاطع أحسن ما تبقى هيك القناة فارغة بدون أي مقاطع. مثل تعرفون ماكو أي رياضة، ماكو ردات فعل، ماكو أي مباريات نشوفها. فراح أسوي كل فيديو مباراتين راح نلعب، طبعا بها دوري أبطال وبها كأس الإسباني وبها أعتقد سوبر الإسباني هم يعني. فأكثر شيء دارب حاليا هو الدوري الإسباني، حاليا متصدر. خلي نشوف القائمة مال الدوري الإسباني. مثل ما تشوفون شباب، برشلونة متصدر، فريقي متصدر الدوري الإسباني 52 نقطة، فرق نقطة واحدة عن ريال مدريد. عندي 15 فوز، 7 تعادلات ولا خسارة، مسجل 36 هدف. ريال مدريد فايز 15 مباراة، متعادل 6 مباريات، واحدة من عندها وياي. بصراحة كانت أصعب مباراة لعبتها بالبطولة اللي حد الآن، بس ريال مدريد خسران مباراة واحدة، هذا الشيء اللي اعطاني الصدارة. بصراحة مشيت متصدر لو ما ريال يخسر، وكل ما العب مباراة اتمنى انه اشوف ريال خسران حتى شوي ابتعد بالصدارة، لان دي يهددني فرق نقطة ممكن يقدر يوصل الي وهو مسجل اهداف اكثر من عندي. طبعا مباراة نجاة راح نلعب ويا لاجانيس، والمباراة اللي وراها راح تكون ويا الافيس. اعتقد مباراة الثنينات سهلات اقدر افوز بيهن. بصراحة جت فترة يمكن 6 مباريات تعادلت واحدة ورا الثانية، هذا اللي خلاني افقد كوم نقاط، والله كنت متصدر بفرق اكثر. على كل راح نلعب ويا لاجانيس ونشوف شو يصير. طبعا شباب انا العب بخطه 4-4-2، بس انا مغيرها، حاط ميسي بالوسط مسوي تقريبا مثل الجوهره، فتتحول الخطه تصير 4-3-2-1. اشوفها لحد الان احسن خطه متوازنه لي، بس دعاني ويا الفرق اللي تلعب هجوم، اللي تلعب ضغط عالي. مثل ليش دعاني وياهم، خصوصا ريال مدريد كلش عانيت. لعبت ويا مانشستر سيتي بدوري الابطال، بصراحه تصدرت المجموعه مالتي، اعتقد كانت مجموعه سهله. مانشستر سيتي يمكن كان اصعب فريق وفزت عليه ذهاب واياب. لاعبنا البرشلوني هذا اللاعب الجديد، شو عندهم؟ شنو السالفة؟ المباراة الأولى شباب بالكابنو، طبعا مو المباراة الأولى بس المباراة الأولى إلكم راح تشوفوها، لأن قررت أبدي أصور، لأن مشيت أصور ولا مباراة كنت ألعب بيني وبين نفسي. مباراة راح تكون بالكابنو، أتوقع راح تكون مباراة سهلة. طبعا أنا خلت تعليق ياباني، أحسه أحلى، يعطي جو حلو للعب. ما أدري التعليق الإنجليزي خصوصا مال البيس كلش تعبان. طبعا جوز تسالوني ليش اختارت بيس ليش مو فيفا؟ بصراحه فيفا سهله، حسيتها يعني كلش سهله هو. ما تحس اي وين؟ ما تحس اكو واقعيه باللعب. اكو فشي بهاللعبه يا اخي يجذبك للعب، ما ادري شنو. ارفع جول راسك حارس. طبعا سويت دوري الابطال بالفيفا وفزت به، فزت على ريال مدريد 1-0 بالمباراه النهائيه. عليه عليه، يلا بسكت بيكي، حلوه بسكت. ديونغ اطلي غريزمان، روح غريزمان، فوت فوت فوت. هاي جول، ليش 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 لسواريز الميسي؟ مرات التمرير يشلع قلبك، ما تعرف وين تروح الطابة. اضغط اضغط، خلي العب شوية ضغط عالي. شنو؟ طبعا انا الاستراتيجيه مالتي شباب العب ضغط عالي بالبدايه، اسجل هدف هدفين وراها اتراجع، يعني فالفيردي احس احسن استراتيجيه بصراحه. اذا العب ضغط عالي فتره طويله اللعيب يتعبون. سدد غريزمان، حكم حكم شوفوا شلون متكتفين بالدفاع، ضغط عالي يفيدني. شوف اقدر اقطع الكره بسهوله. جول، هاي جول هاي جول هاي جول هاي جول ديونغ 1-0. طبعا شباب مسوي 3 دقائق للشوط الواحد، حتى المباراه تنتهي بسهوله، ولا اذا 10 دقائق
راد للسنة يلا أخلص خل أسجل هدف ثاني وبعدين أبدي أتراجع وأعرف الضغط العالي إن اللاعبي ما يبقى منهم شيء. غريزمان ليش هيك؟ جيبه بيكي بوسكيتس عاش ديوم أوه خليني أسدد تعبت اللياقة نزلوا سواريز تعبان بعد ما مسوي شيء التعليق الياباني حلو يا أخي حسسك كذي ذكر أيام قبل أوكي استحواذ 51 زين طبعا شباب بهالبطولة وبهاللعبة انسوا الاستحواذ بصراحة دائما أخسر الاستحواذ ما أدري ليش يعني تجي مباراة عادي أفوز بها 4-5 بس استحواذ يكون مؤلم اللعبة الوحيدة اللي أخذت بها استحواذ كامل كانت ضد مانشستر سيتي 1-0 مطمن لازم أجيب بعد جول حكم بدال عيد ميسي جول يا ميسي شنو عندي تبديلات بوسكت صحته قوية اليوم مدريش متريق اوكي راح نلعب داش تقدم هاي جول غريزمان ليش هيك ركنية وين راحت الطابة وين والله قلت هدف يلا نعيده نلعب داش شوية بعد يلا غريزمان حطها جوردي ألبا بسكيتس كرا ميسي ليش هيك يا ميسي ضيعتني ميسي ضيعت مستقبل علي 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 اضغط لو بس اجيبها للطاوة هسه ليش دي اخر لعب مدى يهجم مدى يحاول يهجم دي اخر لعب يخوف والله مهاجمهم لا يا حكم العاب برا يلا ميسي روح ميسي هاي جول ليش هيك جول شنو الفيلم فوتي ليش ده فوتي غريزمان العذب على بليسك صفر يا حكم لاك منزل لينجلي ما منزل لينجلي حلوه ديون حلوه يا حكم شيل برا اذا يسجل هدف ما لحق نيونه وين لا هاي اللعبات اللي ما اريدها حلوه بيكي يلا ميسي يلا منو يمك ليش تعثرت روح الله وانتو جول سواريز اركض خلاص اللعبة فزنا بيها نرجع للعب الطبيعي نرجع شوي ننسحب يعني تقريبا نلعب لعب عادي ضيع وقت بس خل تخلص اللعبة اقدر اسجل اهداف بعد بس ما اريد اريد اتقدم على ريال مدريد ساخذها راح اخذها بسهولة حلوة ميسي لا غريزمان لا فاول شو عجبه اخيرا اوكي ميسي اذا اسجلها هدف جول
جول ليو. ليو لازم لازم نشوف الإعادة لازم. الله نفس الهدف على ليفربول. بعد بعد إعادة لخ. شوف والله اشتاقت لبرشلونة، والله اشتاقت مباراة، ولو آخر فترة مستواهم زفت. خلص شباب أول فوز 3 نقاط، استحواذ 50-50. ريال خسران، ريال خسران، ريال خسران، يا رب ريال خسران. ريال مدريد مو موجود هنا بالقائمة. ريال مدريد فايز، ريال مدريد فاز على سيلتا فيغو. مثل ما تشوفون 55 نقطة فرق نقطة واحدة على ريال مدريد. بعدنا خلينا نشوف المباراة الثانية. اوكي شباب المباراة الثانية راح تكون ضد الافيس. اتمنى يكون فريق سهل، ما راح اغير شيء بالخطة مالتي الا اذا اضطريت، ويلعب 4-2-2-2 راح يدمرني بالوسط، راح اخسر الاستحواذ اكيد، بس اهم شيء عندنا الفوز والثلاث نقاط. اوكي شباب المباراة ما راح تكون بالكامب نو، راح تكون بملعب الافيس. مثل ما قلنا نبدا اول شيء ضغط عالي. شنو الخطوط تطلع؟ اوكي اوكي بس اخذ الطابة اسجل جول. حلوة ديونغ، حلوة حلوة حلوة. روح روح سواريز روح. يا جريزما ليش هيج؟ هاي جول هاي جول هاي جول يس. دقيقة 7 يعني بالنسبة لي الدقيقة الأولى، بس بالنسبة للعبة دقيقة 7. طبعا منزل فيدال بدال ارتور، شو جسمه أقوى دفاعيا أقوى. اوه لا 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 عبرها عبرها لك عبرها غريزمان. ليش متراجع؟ ليش متراجع ما اعرف يا اخي. ملعبك وجمهورك اهجم. الله هاي المن بوسكيتس. روح ديونغ. سواريز جول. سواريز شلون تضيع؟ لك شلون ضيعته سواريز؟ فهمني فهمني. الجول فارغ. اصوات اللعبه شباب تحس اللعبه تكون واقعيه، حركه اللاعبين، الملعب، الطوبه. لا 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 حلوه. بيكي انت بيكي اليوم لامع. ليش 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 عيدها عيدها يعني. حلوه جول هاي لك ميسي. جزاء حكم. والله خذته ميسي. جول ميسي جول ميسي جول. ما تضيع ما تضيع ما تضيع المره الثانيه. اخذته والله. روح غريزمان هيك. الجول فارغ الجول فارغ الجول فارغ غريزمان. شوف استحواذ 60 لهم واني فايز. اوكي 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 راح اقوي شنو راح اقوي الاستحواذ مالتي من البدايه. وخسرت الطاوله اقدر اقوي الاستحواذ مال. كل ما احجب الاستحواذ تنقطع الكره. شنو الفيلم؟ ما اريد استحواذ ما اريد استحواذ. جيبه ديونغ. من هذا ليش هيك ليش هيك ولك ليش هيك تلعب؟ لا يا بوسكيتس لا تضيعني يا بوسكيتس. يلا سواريز روح 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 طابتك طابتك. هاي سواريز بيا شغله شويه مزعجه ما موجوده بالفيفا، هي من تركض باللاعب. حتى لو لاعبك سريع المدافع عادي يعني يقدر ياخذها منه. شو هذا استلمني لك خذها. لا 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 ماذا تنقطع الطابه ماذا تنقطع من عنده. حكم وين الفاول؟ هو من كيف والله ما تزيد شيء. هو من كيف راح راح قبل. اوه هاي جول هاي جول. رجع لانجلي شيل 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 يا اخي. شنو الفيلم؟ ما اريد اتعادل ما اريد اتعادل بصراحه يعني. نخسر الصداره اذا تعادلنا. يلا جوردي يلا جوردي. روح غريزمان روح غريزمان روح غريزمان. صفر يا حكم صفر يا حكم. صفر الحكم شباب. فزنا المباراة الثانية 3 نقاط. ريال 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 خسران. ريال فاز على غرناطة 2-0. يعني راح تستمر المسلسلة فارق نقطة واحدة، وبصراحة دا أخاف. بس زين مسجلين 41 هم مسجلين 48، مسجلين بس 4 أهداف بآخر مباراتين. أنا ممكن أعتقد سجلت 5 أهداف. والمباراة الثانية راح ألعب ضد فالنسيا شباب، بس راح تكون بالفيديو الجاي. ما أريد أطول الفيديو عليكم حتى تستمتعون بيه.
اوكي شباب، شكرا لمتابعتكم هذا الفيديو، اتمنى اذا عجبك تضغط لايك، اذا ما مشترك تشترك بالقناة، وقولوا لي اذا تحبون السلسلة استمر بيها ولا لا، لان بصراحة انا مستمتع قاعد العب البطولة، يعني سواء صورت او ما صورت، فاذا تردون اصور ونزل لكم السلسلة تشوفوها وياي وتشوفون شنو اللي يصير، فخلوا لي بالكومنتات. على كل شباب شكرا لمتابعتكم، اشوفكم فيديو لاخ، مع السلامة.